كثير منا عنده مشكلة بتعلم اللغة الإنجليزية. الحل سهل، كل اللي عليك تسجل بالمعهد الأمريكي Learn EF وبعدها Talk English all the time. عشان تكونوا بالصورة، ما حد تعلم إنجليزي من التلفزيون، مستحيل. بدك لازم تأخذ دورة، دورة بتأخذها عند Learn EF. شوف معلم، تصير أنت تترجم للي قاعد جنبك. لأن مهم نتحدث اللغة الإنجليزية وبمهارة، فبيهمنا جداً وين ندرس اللغة الإنجليزية. معهد Learn EF بيوفر هاي الخدمة للجميع من نيويورك، وعن طريق أمهر الأساتذة الأمريكان تقدر تدرس أونلاين وتتقن اللغة الإنجليزية. المعهد الأمريكي الأول على مستوى العالم Learn EF.